بص فايش لوحده ازاي؟ فايش لوحدك؟ فايش عايش حتى صورة حتى مصر شكلها هي خلاص. الله يسعد اوقاتكم يا رب. هنا احنا هلا طالعين مع العم يحيى. هو اللي حيفتلنا هلا بسيوة. يا شباب منورين. منورك عم يحيى. عامل ايه؟ تمام. هتاخدنا فين النهارده؟ باشمهندس. ايوه. المكان اللي هنروح عليه دلوقتي اسمه ايه؟ الملاحات. رايحين على الملاحات. ملاح ميه. يلا ان شاء الله خير. ميه ملح. يلا ربنا يوفقك. يلا نطلع. تفضل. فلاح سيوي. هلا نحن وصلنا من لاحات سيوة. شوفوا المنظر بسم الله ما شاء الله. هاي المعنى الحقيقي انه بيفوش مثل البيضة. هلا رح ننزل ونجربه. قلبتني انا مش عاوز انا انت متعاوش انا مش قادر اعطيك انا كلها دلوقتي كلها وسامر يا عويم او عويم او يا نسبيح انا بعرف اعوم بص فايش لوحده ازاي؟ فايش لوحدك؟ فايش عايش حتى صورة حتى مصر شكلها هي خلاص حتى صورة حتى مصر فايش تاخدها حتى احمد برضو كان بيفوش دلوقتي بس بفوش بس لحيت نفسي الله ينور عم يحيى عليك حبيبي عم يحيى هاي الملاحات دي جميله خالص والله يا حمام السباحه الملاحات سبحانه وتعالى بسم الله ما شاء الله طيب الملاحات دي الملح ده بيعمل ايه سام الناس بيجي تصدم المكان ده هنا ليه بيسحب الرطوبه بيسحب الاملاح وسبحان الله لما تستحمى تطلع تحس راحه نفسيا سبحان الله راحه نفسيه سبحان الله بسم الله ما شاء الله احنا هلا خلصنا هلا من غطس الهون من الملاحات هلا قايمين نمشي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله السلام عليكم السلام.